السلام عليكم اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بعدت عنكم شويه كده فتره كبيره بسبب الاحداث اللي بتحصل في غزه والناس اللي بتموت. يعني الموضوع صعب جدا، وصدقني احنا مهتمين جدا بالموضوع ده، ومؤثر في نفسيتي ومؤثر في كل مصري. اي حد يشوف الفيديو ده فعلا الموضوع ده مؤثر في كل مصري، ونفسه يساعد ونفسه يعمل حاجه، بس الله المستعان. ربنا ينجي اخواتنا في غزه ويحميهم باذن الله، وينصرهم على العذاب اللي هم شايفينه ده. لعبة Honor of King اللعبة لذيذة جدا وخيالية جدا، وفيها أبطال لذيذة، وزي ما انتوا شايفين كده المشهد من البداية كده جميلة جدا، بتحمسك إن أنت تخش بقى وتعرف في إيه وإيه الأبطال دي يا جدعان. ده فيها أبطال أسطوريين جدا، ومهارات يعني مختلفة عن الموبايل ليجند أو مواضيع الأبطال اللي إحنا بنلعبها. طلب مني ان انا اعمل شخصية سيماي شخصية قوية جدا وبتحكم في الظل. طبعا كل ده خيالي، يعني الألعاب دي كلها خيالية. فالبطل قوي جدا في الهجمات بتاعته، وبيهجم على الخمسة بيقدر يتغلب عليهم، بس هو صعب ان هو يخش لوحده طبعا. ده اكيد ده لازم يعني يخش هو واصحابه. خلفية اللعبة جميلة أوي ومثيرة يعني مشوقة. يلا بينا نخش بقى نشوف البطل ده. بص بقى يا معلم، انت هتستعمل البطل ده ادغال، ده احسن حل ليه عشان خاطر يفتح المواد بسرعه. طريق الادغال بتاعه لازم تخش على الادغال في الشمال الاول، ما تخشش على اليمين، اهم حاجه تخش على الشمال. هتقول لي ليه بقى؟ هقول لك انا لسه مش عارف، بس هو ده اهم يعني، ده كده اهم. معلش بقى اذا كنت انا مش عارف، بس احاول ان انا اعرف المره الجايه. فالهجوم دايما حاول ان انت تاخد الادغال من اول الوحش الازرق، وبعد كده ترجع تاني على الادغال اللي تحت. دي طريقة الأدغال بتاعته، حاول تستعملها على طول ماشي. وبعد ما تخلص الأدغال حاول تخش على التنانين. التنانين مفيدة جدا في اللعبة، لأن هي بتديك أنت وأصحابك ماشي الدمج، وبتديك كمان بتقوي الأتباع بتاعتك، فبتخليك إيه خارق للطبيعة. لو في بقى هجمات أنت ما تحاولش تهجم بالأخيرة دي. أول حاجة أولا هتهجم بإيه؟ بالسهم دي عشان توصل للعدو، بعد كده تضرب بيه اول ما تيجي جنب العدو، لان هو بيختفي وبيظهر في مكان تاني، فانت بتحاول تتغلب عليه. لو هو ضربك مش هيعرف يضربك من الاختفاء بتاعك ماشي. ثانيا بقى لو هرب بقى تعمل دي الاخيره دي، تقدر تتحكم في الظل بتاعه وتحذف نفسك من مكان لمكان عليه بقى، فاهم قصدي؟ ودي بتديك دمج اعلى في البطل اللي انت بتهاجمه. تاني حاجه بقى المهاره التانيه بتعمل دايره ظلام حواليك. دايره الظلام دي لازم تفضل واقف فيها وانت بتضرب، وتخلي بالك عشان خاطر بتملى لك المانا الحمراء اللي هي بتاعت روح الوحش اللي انت بتهاجم بيه، فاهم؟ دي اساسيه، لازم تكون ايه كل ما تضرب السكين ده لازم تبقى واقف ايه جوه الدايره كده، ما تطلعش بره ايه بره عنها. اول ما تخلص تحاول تكمل هجومك بقى على الايه؟ على الاعداء. ولو لقيت ان الاعداء حاولوا يمسكوك، فانت حاول ايه يعني تضرب المهارات بسرعه، والمهاره الاخيره برضه تستخدمها، فاهم؟ والمهاره الاخيره خلي بالك هي ممكن تهدفك جوه الطور، فعادي مش مشكله، عشان خاطر هي دايما بتستهدف الاطفال اللي دمهم اقل. تعالى بقى نشوف التصنيف هيبقى عامل ازاي، وربنا يستر. يلا بينا على التصنيف. طب داخل التصنيف جميلة بصراحة. أيوة بتتكلم في أيوة بتكلم في الفيديو. لا بتهزري، دخلتك دي ترقية المستوى بتاع ال ده، احنا الاتنين في خيال سلمي. عادي مش مشكلة. حلو أوي الموضوع ده، مسار الادغال وكده لذيذ، بيعرفك انت هتلعب ايه، وغير كده انت كمان بتحدد يعني المكان اللي انت عايز تلعب فيه. مرحبا في اونر اوف كينجز، سيصل اتباع العدو خلالها على افق الجانب الاحمر من الخريطه، فلتتحرك جميع القوى. تدربت 10 سنوات لهذه المباراه. والله ده انا لسه داخل اللعبه من كام يوم يعني. والان حان وقتي في التحدث. ارخم حاجه بقى في اللعبه دي موضوع الاشعارات، الاشعارات كتير 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 قوي، يعني تحس ان في فرح لو قتلت ثلاثه تلاقي كله احسنت احسنت احسنت، انت ما تعرفش ايه ده، في ايه يا جدعان؟ مش كده، خلوه يعني، يا ريت يعني مصممين لعبه يغيروا الموضوع ده. اللي عايز يقول حاجه لحد ويقول له احسنت او الكلام ده يقولها من نفسه. الوحش بقى الازرق اللي انا قتلته دوت بيديك متانه، فاهم؟ وقدره ان انت تقتل الوحوش الادغال بسرعه، ده اللي انا فهمته بعد كده يعني. زي الوحش الازرق برضو التاني بيديك سرعه، زي الوحش الازرق كده بتاع موبايل ليجند مواجهه الابطال،
الوحش الاحمر برضو بيديك قوة اتاك، يعني قوة ضرب، وفي نفس الوقت بيديك متانة برضو، وبيضعف اللعيبة. ماشي عندنا استهداف بقى، استهداف استهداف استهداف. ايوه اهرب اهرب، خلاص ارجع 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 ارجع. إن الكون لا يأبه البتة بالعدالة. بص بقى هنا بقى الاستخدام، انت مش هتهرب. هو بيجري ودمه بايظ، فلازم تهجم عليه على طول. بالعلم الأخيرة انا ضيعتها على الفاضي ولا ايه؟ محتاجة هنا. ايه التثبيتة دي؟ تعرض حليف للقذرا، ولا يهمك يا معلم. والان حان وقتي في التحدي. الاختفاء الاختفاء بتاعه ده بيزودني تعال، بيخليه كده يطلع من مكان لمكان. اهم حاجه بس ما تنساش ان انت تبعد، اوعى تبعد عن الدايره بتاعت المهاره الثانيه. انت بتلعبي بايه؟ ساحر؟ انا ساحر برضو، مقاتل الادغال ده ساحر. كل شيء يتلاشى. طب رجعت يا ابن الذين، هرب على ما فيش. إن الكون لا يأبه البتة بالعدالة. فعلا يا ابن الله فعلا. أعرف أحمق طموح يذهب إليه. تحطمت دروع البرج، أنا تعبت. الله ماشي جايبك على فوق. طب ما تهدميش، طب لوحدك. طيب انا جاي جاي على النص. ها طيب نهجم. يلا والان حان وقتي في التحدي. ايوه عشان ما حدش يضمر لنا اللي فوق. الجهل والعلم ايضا. ايه هاجم، بس انا عايز اهجم على اللي ورا. يا سلمى، ده هم ده البرج عندهم سليم. انت عايز تسوحيني؟ يا ولدي شفت اتحدف منين؟ شفت نط منين لمنين؟ انا متوقعتش بصراحه، انا قلت هيهجم على اللي قدامه، لقيته رايح لدمه اقل حاجه. دمر فريقك احد الابراج. بطل غبي قوي. يا لهوي لحقته على ما فيش. الواد يا عيني كان هيموت. استنيني يا بنتي، يا بنتي استنيني. تراجع. هجيب هجيب ثلاثي؟ لا. خلاص يا جدعان عرفت والله. بقول لك اكتر حاجة فيها ريتم شوية الاشعارات دي، يعني كتير كتير قوي. اجي انت فين؟ اعرف احمق طيحا يحمل روحة في كل مكان يذهب اليه. تعرض
بس انا دوست على المهارة الأولى مش عارف ليه. فالمفروض ان انا لو في وسطيهم كده يعني، لو متجمع كده، لو كلهم متجمعين في مكان واحد وانا هجمت عليهم، المفروض اضرب بالمهارة التانية. بس المهارة الأولى دي استخدمها لما يكون حد بيجري وانت عايز تجيبه، بس انا اتلخبطت. حصل خير. خش يلا. على فكرة السفاح اللي احنا بنواجهه ده يا بنتي جامد اوي، جامد. ايوه صح، انت بتلعب مين؟ انتظريني. الجهل والعلم ايضا كلاهما تم تعزيز العملاق والطاغية، فلتحرك المدافع. قتل الاطفال في الجائزة، فريقك احد الابراج. عمال ينشر علينا. يلا يا سنه في النص بسرعة. يحمل مروحة في كل مكان يذهب اليه. دي السرقة يا أخي. اختاري اختاري. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أعرف أحمق طموحا يحمل مروحة في كل مكان يذهب. أنا جيت. الجهل والعلم أيضا كلاهما يسببان كارثة. ايه ده؟ هجمة راحت على الفاضي. لا يا سلمى، لا لا مش من غيري. احمو لاعبنا صاحب اكبر ضرر. يا لهوي. قتل ثنائي. كان ذلك سلسا. احسنت. دمر فريقنا احد الابراج. عرض حليف. هي دي هي دي. دخلت الرعب على طول. يعني خلص البطل ده، بيخلص اي مشكلة واي موضوع، يعني الموضوع منهي معاه. ايوه طبعا لازم الـ MVP. يعني الموضوع خلصان مع سيماي اسمه سيماي دي. بطل جميل قوي بصراحه، يعني اتمنى ان انتم تجربوه وتحاولوا تلعبوا بيه. البطل جاحد جاحد فعلا. اتمنى تكون الشخصيه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناه لو انت لسه جديد. هونر اوف كينجز لعبه جميله جدا بصراحه، واتمنى انك تجربها عادي. انا بلعبها وبلعب موبايل ليجن مواجهه الابطال برضه زي ما هي، بس اللعبه دي يعني فيها شخصيات لسه جميله قوي. ولو عايز تعرف شخصيه تاني اتمنى ان انت تسيب لي في الكومنت وتقول لي رايك، وتقول لي اذا كنت عايز تجرب بطل ولا لا. شكرا. السلام عليكم.